صباح الخير، أنا اسمي فادي غالي، أنا متزوج وعندي 3 أطفال، بنتين وولد. أنا أب اعترافي هو أنطونيوس من ساعة ما جيت كندا من 2011، وأنا بخدم مع أب أنطونيوس ما بين خدمة الشباب سكوندار، وإعداد حاليا أنا في إعداد خدام، بخدم كمان. أنا أجدد أعضاء خدمة القربان، وأنا مؤهلي الدراسي أنا محاسب، وحاليا بشتغل في الأكاونتينج تيم في شركة من تعتبر أكبر شركات في نورث أمريكا في صناعة البلومينج فيكستشرز والفاوسيتس، وحاليا بحضر نفسي لتكملة دراستي في الأكاونتينج في الجامعة. رؤيتي ببساطة لدور المجلس بشكل عام، أيا كان مين اللي ربنا هيضع عليه ويختاره، إنه دوره إن هو يطور من منشآت الكنيسة ومن إنشاءاتها، ولو كمان في إمكانية إنه توسيع البروبرتيز والأسيتس بتاعت الكنيسة لو ده متاح. كل دوت طبعا بيتم في ظل يعني الإمكانيات المتاحة، إذا كانت البادجت وإذا كان الوقت المناسب وإذا كان البريورتيز كمان بتاعت الكنيسة في الوقت الحالي أو في الوقت اللي بيتم فيه أخذ القرار. كمان تطوير الخدمات اللي موجودة في الكنيسة بشكل عام، مش بس إنشاءات، مش بس حاجات عينية زي كده بس، لكن كمان خدمات روحية كمان لو يمكن. والحقيقة أنا مبسوط جدا إنه يعني هيبقى فيه إشراف من أبو نونتونيوس، لأن أبو نونتونيوس الحقيقة يعني إنسان خبرته عالية جدا وإنسان روحياته جميلة جدا. فأيا كان مين اللي هي يعني هي ربنا هيختاره، كل الأسماء المطروحة الحقيقة ناس هايلين جدا، ويعني ويستحقوا فعلا إن هم يكونوا موجودين في المكان دوت. يمكن أنا أقل واحد فيهم يعني، لكن كل الأسامي الموجودة أسامي جميلة جدا. ربنا يبارك في خدمة الكنيسة وخدمة أبونا أنطونيوس وفي خدمة الأنبا بولس، ويحط إيده ويختار